الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة الرسول اللهم قام محمد رسول اللهم إنك عفو كريم عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من كل شيء بعد. فلك الحمد ربي حمدا حتى ترضى ولك الحمد ربي حمدا إذا رضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد المتفرد بالجلال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في ملكه ولا ولد، شهادة عليها نحيا جميعا وشهادة عليها نموت وشهادة عليها وبها نبعث إن شاء الله. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا المصطفى محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه ونهج نهجه واقتفى أثره إلى لقاء رب العالمين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نصلي ونسلم عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى لقاء رب العالمين. أما بعد، نضر الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل كما اجتمعنا في بيته وعلى طاعته أن يجعل الله جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. نضر الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر الميمون يوم الجمعة، ومع حق أصيل من حقوق سيدنا محمد على هذه الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ما حق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع هذه السلسلة المنهجية التي تتحدث عن أخلاق سيدي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخذنا حق الاتباع وحق الطاعة وحق الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام، وحق الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم موعدنا مع حق جديد أصيل من حقوق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الإيمان بالنبي. الإيمان، نعم، ولما لا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحق سبحانه وتعالى أخذ الميثاق والعهد على جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم أن يقوموا بالإيمان به ونصرته. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني جميع الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وكلمة رسول تعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم أحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله سبحانه وتعالى جعل أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مخاطبا جميع الناس أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تقرأ قول الله في سورة الأعراف حينما يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، اسمع: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللي هو القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واسمع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة من زواياه، يعني من جانب البيت، فجعل الناس يطوفون حول البيت ويعجبون ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. بل اسمع أيضا لهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني جميع الأنبياء من لدن آدم حتى سيدنا عيسى
يؤمنون برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتمعن معي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عيسى دون بقية الأنبياء، وهذا يحتاج منا إلى أن نقف وأن نتمعن. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبينه نبي. قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ماذا عن سيدنا عيسى عليه السلام؟ وماذا ذكر القرآن الكريم؟ ذكر كثيرا من الآيات، بل إن القرآن ذكر سورة تسمى سورة مريم ولم يذكر سورة تسمى سورة خديجة أو عائشة أو أي زوجة من أزواج حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى أيد سيدنا عيسى بمعجزات، منها أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، حتى تعلم أنت أيها المؤمن أن كل شيء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وأن كل تأييد لأي نبي إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وحتى تعلم أيضا أن حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله له جميع معجزات الأنبياء بما فيها معجزات سيدنا عيسى. فإذا كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، فإن النبي أحيى الموتى، كيف ذلك؟ لا إله إلا الله. ربما أن يسأل ويتعجب أحدنا: كيف ذلك؟ هل أحيى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا؟ أقول لكم إنه أحيى الناس مواتا وأخرجهم من الظلمات إلى النور. ألم يكن أحياهم بعدما أن كانوا مثل الأرض الجدباء، مثل الصحراء التي لا تنبت فيها كلأ ولا نباتا ولا عشبا؟ بل إنه أحيا أيضا الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. والشاه التي طبخت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مسمومة قدمتها له اليهودية، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يأكل هذه الشاه بعدما أن طبخت ميتة. أنطق الله ذراع الشاه بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، مخاطبا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قائلة: الشاه الميتة المطبوخة لا تأكل مني يا رسول الله فإني مسمومة. انظروا إلى هذه العظمة المحمدية وإلى هذه المعجزة. بل إن الجماد تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لما صنع إلى النبي عليه الصلاة والسلام منبرا جديدا وكان يخطب على جذع نخلة، أول ما صعد وأول جمعة يصعد على منبره الجديد، وإذ به يسمع أنين وحنين الجذع لمفارقة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل من على منبره الجديد واحتضن الجذع والتزمه، وقال للصحابة الكرام: والذي نفس محمد بيده، لو لم أحتضنه ولو لم ألتزمه لظل يبكي إلى يوم القيامة. الله أكبر. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه الحيوان والجماد والإنسان، هذه معجزات عظيمة. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالحيوان ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالإنسان، هذا هو منهج النبي. وكل من سار على منهج النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نحتاج
لدعاء على المنابر، ولكننا نحتاج إلى دعاة من نوع جديد. نحتاج إلى دعاة يدعون للإسلام بأخلاقهم، كل في موقعه، المدرس في مدرسته والطبيب في عيادته. نعم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، كل في مجال عمله يدعو إلى الإسلام. انظروا إلى صلاح الدين لما ذهب لفتح بيت المقدس وكان مشغولا بهذا الأمر أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بامرأة نصرانية تأتي إليه وتقول: لقد فقدت ولدي، طفل صغير، ماذا أفعل؟ هل يقول لها صلاح الدين: إنني مشغول عنك بالإعداد لمهمة عظيمة، إنها مهمة الحرب والجهاد أو غير ذلك؟ لا، لكنه قال لها: يا أمة الله، إننا سنبحث عليه. وأمر جميع الجنود أن يبحثوا عن طفلها، سبحان الله، عن طفلها، حتى أتوا به إليها. فلما التزمته واحتضنت ولدها الصغير وبكت، سألت وقالت: لماذا تفعلون ذلك وأنا على غير ملة الإسلام؟ فقال لها: ديني الإسلام هو الذي علمني ذلك، وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هي التي أسير عليها منهج حياة. فقالت: والله إن هذه الأخلاق ليست أخلاق أولياء أو صالحين، بل إنها أخلاق أنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظروا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، بأي لسان نجيب إذا كان رسول الله بيننا؟ بالله عليك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام حاضر بيننا الآن، بأي كلمات ستقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بأي لسان ستخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إننا سنقول له: عذرا، عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، شغلتنا الدنيا وشغلتنا الشهوات عن الإتيان إلى بيوت الله وحضور الجماعات، عذرا، عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، شغلتنا التجارة والصفقات عن عمل الخير والصدقات، عذرا، عذرا رسول الله، شغلتنا الغيبة والنميمة عن دعوة الإسلام السمحة الرحيمة، عذرا رسول الله، شغلتنا وسائل الإعلام عن الدعوة لدين الإسلام، عذرا رسول الله، شغلتنا وسائل التواصل الاجتماعي عن تربية الأبناء على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من الناس حينما ينظر إلى الواقع الأليم يجد أن هناك من بيوت المسلمين أبناء لا يجيدون، لا أقول التحدث بالعربية أبدا، سبحان الله، رغم أن في هذا المركز الإسلامي دعوة لأن نقوم جميعا بتربية أبنائنا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، نمد الأيدي لجميع إخواننا، هلم إلى بيت الله عز وجل، ائت بطفلك بابنك، علمه شيئا من القرآن الكريم،
لا عذر لك بين يدي الله عز وجل. أتقول لربك يا رب شغلتنا الأموال والتجارة والدنيا؟ سبحان الله. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى أن نتربى على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحوجنا إلى أن نتعاون على البر والتقوى. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه إلى لقاء رب العالمين. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على كل منا مسؤولية في تحقيق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأولادك أمانة أن تعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا عذر لك بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك شباب في الجامعة يحرفون دين الله تبارك وتعالى، ويتلقون الشبهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينسلخون عن دين الله تبارك وتعالى. احذروا ذلك جيدا. هناك من يرتد بفعله عن دين الله عز وجل، هناك من يرتد بفعله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي أحد الإخوة الأفاضل ويبلغني بأن هناك شاباً كم أنه ذهب لبيت الله لأداء عمرات، وحج البيت كثيراً، ثم بعد ذلك تلقى شبهات حول الإسلام حتى أصبح لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشيطانه يقول له ما وجد في القرآن هو الذي تؤمن به، بخلاف ذلك لا تؤمن. وسمى نفسه مع جماعة القرآنيين. أقول لهؤلاء: ليس هؤلاء قرآنيون، بل إنهم شيطانيون، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه واتبعوا سبيل الشيطان. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، احذروا، راقبوا أبناءكم، ربهم تربية إسلامية، خذوا بأيديهم إلى بيت الله، كونوا رقباء عليهم، علموهم. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى أن نتضرع إلى الله قيوم الأرض والسماء في هذه الساعة، عسى أن تكون ساعة الإجابة، أن يرد الله الأمة إلى دينه مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا همّا إلا فرّجته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ورد الأمة إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.